لا يزال اسم الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي متصدراً، خصوصاً بعد تصريح العائلة الذي جاء فيه رفضها استغلال فقيدها من خلال أي عمل غنائي من دون استئذان. وقد نفت العائلة كل الأخبار المتعلقة بوجود أغنية ديو كان قد سجلها جورج في الماضي ورفض إصدارها، ويشاع الآن أنها سوف تطرح من دون موافقة من عائلته التي أصدرت بياناً بهذا الخصوص. والله سؤالك والله انت منفاسي يا مالك. ويقول البيان: تتقدم عائلة المرحوم جورج الراسي بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من واساها في مصابها الأليم، وهي إذ تثمن تلك المشاعر والعواطف التي قد أبداها المحبون حيال فقدان الغالي جورج. يهمها أن توضح في هذا الصدد أنه لن يصار لا في الزمن القريب ولا في الزمن البعيد إلى إصدار أي ديو جديد يخص الراحل جورج الراسي، وبالتالي يرجى التوقف عن إطلاق دعايات وسكوبات لأغراض خاصة، سيما وأن العائلة في حالة حزن عميق. كما انتشر تسجيل صوتي للراحل تحدث فيه عن طريقة وفاته. فيديو بعت لك إياه اليوم أو بكرة، أنا بدي أمشي بالنهار الصبح بعد الظهر بدي أطلع، بس أنا بهمني السيارة تكون أسفلية، يعني بدي أمشي فيها مسافات عسفلية وما تكون البوليسة خالصة تبعك، البوليس بركي إلا بتفيق فيك. مش بعد الدور بقطع بخدها منك على الأربعة وبضل ساحب. بس أنا بدي أسألك سؤال، يعني أنا إذا سمح الله عملت حادث خيي بلبنان نهار الخميس، يعني لو سمح الله يعني مقطع أنا؟ واللافت هو حديث الراحل جورج الراسي عن الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يمر به لبنان. ليلى انا بسألك شغله، يعني هذا نحن بلبنان نسيت لبنان، ما عم نفكر بلبنان، كل شيء عم نشتغله حتى بلبنان عم نحكي دولار، لانه كل شيء بيحكيك بيقول لك دولار. شو انا بغني بلبنان وعايش حياتي كلها على الدولار، فكله صار عم يحكيك بالدولار، ما حدا عم فكر باللبناني، وهذا اللي صاير اكبر غلط، انه العالم جبروها تاكل بعضها، فالناس عم تاكل بعضها هون. لذلك انا ما عم باخذ حفلات هون كثير قليل، يعني حفله عرس مرتبه لناس ايه، حفله هيدا ايه، حفله صغيره برمانه، حفله صغيره مدري، ما عم باخذهم هون كلهم. بس التفاصيل بتهم أكثر من ما تاخذ المصاري، ما بهمنا المصاري، نحن اليوم بهمنا التفاصيل، الاحترام، الاستقبال. شكرا لمتابعتكم، لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة والتأكد من تشغيل زر التنبيهات.